نبتدي مع استاذه فاتن بما اننا في شهر المراه يعني بعد اذنك يا استاذ احمد. حيز للمراه ماشي. السنه كلها بتاعتنا. اهلا بحضرتك وعايزه اعرف من وجهه نظرك مساله تناول الدراما لقضايا المراه الى اي مدى شايفه ان ده ممكن يحدث تغيير في المجتمع؟ واكيد حضرتك تابعت السنه اللي فاتت تفاعل الناس بشكل كبير مع مسلسل فاتن امل الحربي ويعني حاله النقاش الحقيقه والجدل الايجابي جدا اللي حصل حوالين كل القضايا بقى من بعد الطلاق والمتاعب اللي بتشوفها المراه علشان تقدر تصرف على اولادها. طبعا اولا انا بشكر حضرتك. تاني حاجه بقول كل سنه وكل نساء العالم بمناسبه يوم المراه العالمي. الدراما هي حضرتك تقريبا هي يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن الاسره المصريه او المجتمع كله يبتدي ان هو يقعد عشان يتفرج على مسلسل. انا لو عايزه اقدم حضرتك ان انا بقدم موضوع، الموضوع ده هو بيكون شائك، بيكون مشكله، ازاي ان انا احلها من خلال الدراما، ازاي ان انا اعرضها. انا لما اجي اقرا الكتاب انا اللي بستفيد منه لوحدي، لكن حضرتك المسلسل هو بيدخل لملايين المشاهدين. صحيح. بنقدر يعني نعرض المشكله على المجتمع كله، وفي نفس الوقت المفروض ان احنا كمان بنوجد حلول وبنخلي كمان الجهات المسؤوله بتحط عينها على المشاكل والمعاناه فعلا اللي بتعانيها المراه المصريه. كان عندنا نموذج اللي حضرتك اتكلمتي عنه اللي هو مسلسل فاتن امل حربي. اعتقد السنه اللي فاتت كان في معاناه كبيره جدا للمراه في اروقه المحاكم، في ازاي ان هي تقدر ان هي تاخد حقها وحق اولادها من الزوج اللي هو استحل يعني المنزل واستحل المنقولات واستحل حياتها كلها، فازاي ان هي قدرت ان هي تقف قدام المحكمه، ولكن ده خد منها وقت كبير جدا علشان تثبت حقها. الدراما هي عبارة عن صورة وانعكاس لقضايا المجتمع. ازاي بقى حضرتك ان انا اصنف الدراما دهية ان هي فعلا يكون لها يعني لغة حقيقية وان هي تقدر تحل مشاكل حقيقية داخل المجتمع؟ وانا بعتقد ان هو مش الدراما بس، واعتقد ان القوى الناعمة كلها لها دور كبير جدا في حل مشاكل المجتمع. صحيح. القوى الناعمة زي حضرتك البرنامج اللي احنا قاعدين فيه ده، هو ده يعتبر من القوى الناعمة، لان احنا كمان بنطرح قضايا وبنطرح افكار من خلال البرنامج، المجتمع بيتفاعل معاكي، وفي نفس الوقت الكتاب والنقاد بيتفاعلوا كمان مع هذه المشاكل.